شكرا للزميلة ليلى عمر وضيفتها الكريمة، ونعتذر مشاهدينا الكرام عن رداءة الصوت من المصدر، وإن شاء الله مستمرين في المتابعات في برامج نيل الأخبار والفقرات الإخبارية المتعددة على مدار اليوم النهاردة وخلال الأيام القادمة طوال انعقاد منتدى شباب العالم. لسه مكملين معاكم مشاهدينا الكرام فقرات وحوارات هذا الصباح النهارده، وطبعا الحدث الابرز اللي بيقام النهارده منتدى شباب العالم ومستمر معانا لمده يومين كمان 12 و13 و11، فهيكون ده موضوع حوارنا النهارده ودلوقتي بالتحديد مع دكتور احمد جمال تمام، عضو المجلس الوطني للشباب ورئيس لجنه الصحه والدواء بالمجلس الوطني للشباب. دكتور احمد صباح الخير واهلا بيك. صباح النور، اهلا وسهلا بحضرتك وجميع المشاهدين. دكتور احمد اسمح لنا واسمحوا لنا مشاهدينا الكرام نتابع اولا هذا التقرير وبعد كده نبتدي نقاشنا مع ضيفنا الكريم. في اكبر محفل دولي للشباب على مستوى العالم تنطلق اليوم النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشارك في المنتدى عدد من المسؤولين الدوليين والشخصيات الدبلوماسية وبمشاركة الآلاف من الشباب المصريين ونحو 2000 شاب وفتاة و500 متحدث من نحو 196 دولة. وتشمل أجندة المنتدى هذا العام التي تحمل رسالة سلام وازدهار ووئام للعالم العديد من الفعاليات والندوات والمؤتمرات، وذلك في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المشاركين من كل الجنسيات. ويناقش المنتدى قضية الرعاية الصحية العالم بعد الجائحة وموضوعات الطاقة وريادة الأعمال والفرص المتاحة للشباب في سوق العمل عالميا بعد جائحة كورونا. كما يتطرق المنتدى إلى التغيرات التي طرأت على سوق العمل وقضية التغيرات المناخية والبيئية وأيضا المبادرات التنموية ومنها مبادرة حياة كريمة. ويعد المنتدى فرصة جادة للشباب من مختلف الدول للتعبير عن آرائهم في مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وليست الشبابية فقط، ومن ثم الخروج برؤى واضحة تسهم في مستقبل أفضل لشعوبهم. كما يعد المنتدى منصة حوارية بين مختلف شباب العالم للتعرف على تطلعاتهم ومقترحاتهم بشأن مشاكل وملفات حيوية مطروحة على مائدة الساحة الدولية. فالمنتدى هو استكمال لسياسة الرئيس السيسي التي انتهجها منذ ولايته بالإيمان بقدرة الشباب وإتاحة المجال لهم في التعبير عن أفكارهم وكسر باب العزلة والتهميش والعمل لمد جسور الثقة المتبادلة بين الشباب ونقل ما يطرحونه للمنافذ الدولية. وحول أهمية المنتدى أكد مستثمر السياحة بجنوب سيناء أن انعقاد المنتدى في هذا التوقيت يبعث برسالة قوية للعالم كله بأن مصر آمنة ومستقرة وقادرة على استضافة أكبر المؤتمرات والمنتديات العالمية، وأنها نجحت في السيطرة على جائحة كورونا وتطبق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية على أعلى مستوى من الحرفية. للحديث أكثر حول منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بنرحب مرة تانية بضيفنا الكريم دكتور أحمد جمال تمام، عضو المجلس الوطني للشباب رئيس لجنة الصحة والدواء بالمجلس الوطني للشباب. أهلا بك مرة تانية دكتور أحمد. لو ابتدينا من النسخة الرابعة اللي هتنطلق هذا العام، احنا عارفين في ثلاث نسخ سابقين في 2017 2018 2019، ايه الاختلاف اللي هنشهده في نسخة 2022 عن النسخ الثلاثة اللي قبل كده؟ اولا طبعا احنا بنتكلم عن منتدى شباب العالم. منتدى شباب العالم فرصه كبيره جدا، احنا بنتكلم عن فرصه حواريه لكل شباب العالم على مختلف اطيافه، قادر ان هو يوصل فكرته وقادر ان هو يقول رايه. احنا بنتكلم عن منتدى شباب العالم زي ما حضرتك اشرت في دورته الرابعه. دورته الاولى بالمناسبه برضو كان من ضمن او بشكل مقترح او مبادره شبابيه تم اطلاقها في 2017 في المؤتمر الوطني للشباب، ده كان في الاسماعيليه، وبالفعل استجابت الاراده السياسيه تحت رعايه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي باطلاق اول منتدى بشرم الشيخ تحت مسمى نحن نستطيع الحديث او نحتاج الى الحديث. ومن هنا كانت الفكره بان يبقى في مؤتمر يجمع شباب العالم كله لتوحيد الثقافات لتبادل الخبرات. احنا بنتكلم برضو عن عالم كله بيتجه للعالم الشاب زي ما بيقولوا، ان يبقى الفكر شبابي، التطور من خلال طبعا اكتساب الخبرات، وده اللي تم
أو يعتبر من أهم المكتسبات في المنتدى شباب العالم لنسخته الأولى بإنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب. بنتكلم عن أكاديمية بتفرز شاب قادر إن هو يتحمل المسؤولية. بالفعل حاليا احنا بنتكلم عن نواب محافظين، نواب وزراء، بنتكلم عن أعضاء في المحليات قادرين إن هم يثبتوا مجهودهم ويوضحوا صوتهم ووصلوا فكرتهم. المنتدى بيعقد في نسخته الرابعة في ظل الجائحة اللي بيعيشها العالم كله من أكتر من سنة أو سنة ونص. في إجراءات احترازية دلوقتي موجودة في العديد من الدول. تنظيم المنتدى في هذا التوقيت في مصر، إيه الصورة والرسالة اللي عايزين نوجهها للعالم كله في هذا التوقيت؟ بص يا فندم، هو تنظيم مؤتمر أو المنتدى في التوقيت ده في حد ذاته نجاح. يعني بعيدا عن ورش العمل وبعيدا عن الجلسات الحوارية اللي هتتم الثرية، احنا بنتكلم عن تنظيم مؤتمر او منتدى في توقيت صعب للغاية مقارنة بكل الدول. احنا بنتكلم عن حوالي اكثر من 8000 شاب من حوالي 196 دولة على مستوى العالم. عايز برضو طمن حضرتك وطمن كل السادة المشاهدين، احنا بيتم تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية بشكل يعني تحت مظلة محترمة جدا من وزارة الصحة. عايز اقول لحضرتك برضو ان بيتم حاليا عمل يعني الاشتراطات الاحترازية بشكل عالي جدا وتقنية عالية جدا، ولأول مرة بيتم استخدام الروبوت الطبي. الروبوت الطبي اللي من خلاله بيتم تعقيم الغرف، بيتم تعقيم القاعات، بيستخدم في كل القاعات بوابات ذاتية التعقيم، بوابات بها كاميرات حرارية. الكاميرات الحرارية دي تقدر ان انت تعرف درجة حرارة كل مشارك، كل عضو مشارك، من خلال ان هو يمر بس من البوابة. طبعا الحاجات دي احنا بنتكلم ان انت قادر ان انت تسيطر على المتحورات المختلفة من الفيروس، وفي نفس الوقت برضو قادر ان انت تقوم بمشروع او تقوم بمنتدى يجمع كافة أطياف لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة اعتمدت النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر كمنصة حوارية للشباب. إيه أهمية هذا الإعلان من قبل لجنة أممية زي لجنة التنمية الاجتماعية فيما يخص منتدى شباب العالم في مصر؟ دي حاجة طبعا يعني هتضيف كتير جدا لثقل المنتدى وجلساته الحوارية. وبالمناسبة برضو عايز أوضح لحضرتك حاجة، تم بالفعل في النسخة الأولى عمل نموذج محاكاة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. والمفروض برضو من ضمن الفعاليات اللي هتتم خلال المنتدى لنسخته الرابعة إنه برضو هيبقى فيه زي نموذج محاكاة لمجلس حقوق الإنسان برضو بالأمم المتحدة، وده في حد ذاته طبعا نجاح كبير للمنتدى. تمام. طيب واحنا بنتكلم عن المنتدى والموضوعات والافكار المطروحه في جلساته والنقاشات اللي بتدور داخل اروقه منتدى شباب العالم، ربما البعض يتحدث ويطرح سؤال، ايه اهميه وجود مكان او منصه يعني للحوار والنقاش حوالين موضوعات مطروحه ومطروحه في كل وسائل الاعلام الاقليميه والعالميه والمحليه حتى، وجود اصلا يعني في ظل التقدم التكنولوجي الموجود دلوقتي سواء على اجهزه الهواتف المحموله او غيرها من مواقع التواصل الاجتماعي، منصات بتتيح التعارف والحديث والنقاش حوالين موضوعات مختلفه بين افراد من مختلف دول العالم وكل واحد هو قاعد في بلده. ايه اهميه وجود منتدى شباب العالم في هذا التوقيت رغم ان في ادوات ووسائل متاحه للنقاش حوالين نفس الموضوعات اللي بيتم طرحها في منتدى شباب العالم؟ ده بالفعل حاصل. بالمناسبه برضو عايز اوضح لحضرتك حاجه، احنا بنتكلم عن تقريبا 500,000 شاب تقدم للمشاركه على منتدى شباب العالم. تمام. تم طبعا يعني علشان برضو امكانيه الاعداد، احنا بنتكلم عن 8000 بس او حوالي 8000 الحاضرين بس من خلال الابلكيشن الخاص بمنتدى شباب العالم. انت تقدر تحضر كل الجلسات كانك موجود بالظبط هناك، ودي من الحاجات اللي زي ما بيقولوا ايه بقى يعني رب ضاره نافعه. احنا بنتكلم عن ما بعد جائحه كورونا، انت بقيت يعني نقدر نوصل لاي مكان في العالم من خلال موبايل ابلكيشنز، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. ده طبعا مهم جدا ومفيد جدا. وعايز اقول لحضرتك برضو ان مش بس ان الجائحه اثرت
على كيفية التواصل. لا، ده أنا عايز أقول لحضرتك هي أثرت اجتماعيا واقتصاديا، وبالمناسبة دي يعتبر من أهم النقاشات المطروحة على، يعني زي ما بيقولوا، على مقدمة الاجتماعات، التحديات أو التأثيرات السلبية والإيجابية على الاقتصاد وعلى الاجتماع الخاص بالدول، ومن خلاله نقدر إزاي نواجه ده ونضع برضو كل المؤسسات والهيئات الدولية في موقع المسؤولية. ان خصوصا الدول النامية ودول افريقيا، طبعا افريقيا 2063 التنمية المستدامة الخاصة بها، ده برضو مهم جدا ان كل مؤسسات او كل الهيئات العالمية او كل الهيئات الدولية تبقى برضو مسؤولة من ان هي تحاول يعني تنفي او تعادل التأثيرات السلبية لجائحة كورونا. في المنتديات أو في النسخ السابقة من منتدى شباب العالم كانت موضوعات مطروحة زي الإرهاب ومواجهته، التحديات اللي بيشهدها العالم في ظل التطور التكنولوجي الحاصل. كل نسخة كان بيصدر عليها عنها مجموعة من التوصيات والرؤى. إلى أي مدى في تطبيق أو حصل بالفعل في تطبيق لبعض التوصيات اللي كانت مطروحة أو خرجت بها النسخ السابقة من منتدى شباب العالم؟ مظبوط، ده واضح جدا وجلي جدا. زي ما قلت لحضرتك، احنا لو بنتكلم عن النسخة الأولى من منتدى شباب العالم، فبالفعل تم إصدار قانون رئاسي بإنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب. لو بنتكلم عن المنتدى شباب العالم نسخته الثانية، كان شبه مخصص للعمق الأفريقي. احنا كنا يعني معظم التوصيات كانت خارجة للتنمية والاستثمار في العمق الأفريقي. انت بتتكلم عن تدريب حوالي 10,000 شاب على أساليب الذكاء الاصطناعي الحديثة، بنتكلم عن تعزيز آليات التنفيذ الخاصة بالأكاديمية الوطنية للتدريب للبرامج الخاصة بالشباب الأفريقي، بنتكلم عن جعل مدينة أسوان هي مدينة الشاب الأفريقي العام 2019، ده بالنسبة لمنتدى شباب العالم الدورة الثانية. الدورة الثالثة برضو كذلك برضو هنلاقي معظم النقط اللي اتقالت في التوصيات برضو تم تطبيقها، من أهمها استخدام القوى الناعمة، وده احنا لاحظناه بشكل كبير جدا، بدأ يتطبق في أعمال فنية وأعمال سواء بقى سينما أو مسرح أو تلفزيون، بتوضح أو بتنمي الوعي وخصوصا الوعي عند الشباب. وعايز أقول لحضرتك الثلاث نسخ من المؤتمر بدأت تبني بالفعل جسر ثقة ما بينها وما بين القيادة السياسية، وده اللي كان مفقود ما قبل المنتدى أو ما قبل المؤتمرات الشبابية. لا، أنت حاليا قادر أن أنت تقول أن الشاب اللي موجود قادر ان هو يفرض او يوجه او يقول رأيه، قادر ان هو لو في امكانية ان هو يبقى مدرب ومؤهل زي ما بيقولوا اي وقت نحتاج فيه لقيادات شبابية كوادر شابة، هتكون موجودة طبعا من خلال افراز كميات او شباب عدد اكبر من خلال اكاديميات الوطنية للتدريب. زي ما هو معلن ان النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم 2022 هتطرح موضوع ريادة الاعمال، وخصوصا احنا عارفين اغلب رواد الاعمال هم من الشباب. على ظل هذه النقطة او في ظل هذه النقطة، ازاي يعني ممكن نستفيد من خلال الأفكار أو النجاحات اللي هيطرحها الأشخاص اللي هيتحدثوا في هذه الجلسة حوالين ريادة الأعمال؟ إزاي نقدر نستفيد من خبراتهم وربما نوفر في مصر، الجهات الرسمية طبعا توفر حاضنات لبعض هذه الأفكار اللي عند بعض الشباب سواء في مصر أو في الخارج، ويتم احتضانهم والاستفادة منهم في مصر؟ ده بالفعل حاصل. يعني عايز أقول لحضرتك برضو إحنا بنتكلم عن قروض طويلة الأجل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بنتكلم في 200 مليار جنيه. بنتكلم في أن المشروعات القومية ما بقتش حكرة على شركات كبرى. المشروعات القومية يعني زي ما بيقولوا إيه، أي حد أي شركة هتقدر أن هي تنفذ المشروع في التوقيت بالمواصفات المطلوبة هتكون ليها دور. وزي ما بقول لحضرتك هنلاقي كل الشركات الخاصة سواء الشركات الشابة أو الشركات القومية الكبرى أو الشركات الخاصة أو الشركات حتى الحكومية مشاركة في كل المشروعات القومية. وده زي ما قلت لحضرتك ده مش بس شعار أن أنا بقول ريادة أعمال، لا، ده أنا بقول ريادة الأعمال وبطبقها بالفعل في مشروعات القومية. وده هنلاقيه في كل المشروعات سواء بقى في بناء المدن الجديدة، مدينة المدن الذكاء الاصطناعي أو المدن الحديثة
بالطاقات المختلفة، سواء بقى العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة الجلالة، مدينة العالمين، كل ده مشارك فيه شركات شابة ناشئة باستثمارات كويسة جدا. تمام. طب دكتور أحمد، وإحنا برضو بنتكلم عن المحاور أو الموضوعات المطروحة في منتدى شباب العالم في النسخة الرابعة، من ضمنها موضوع التغير المناخي، خصوصا بعد التغيرات المناخية اللي إحنا بنشهدها في الكثير من دول العالم، وابتدت العديد من الدول تتأثر سلبيا بالفعل بهذه التغيرات المناخية. أهمية طرح هذا الموضوع في هذا التوقيت في منتدى شباب العالم، خصوصا أن هذا الموضوع مطروح في العديد من المؤسسات الدولية والإقليمية وحتى في مصر على مدار السنوات الأخيرة لمواجهة هذه الظاهرة. مظبوط. التغير المناخي وتأثيره على البيئة ده من أكتر الموضوعات اللي شغلة الرأي العام المصري والعالمي. وعايز اقول لحضرتك ان احنا هتلاقي برضو من ضمن الورش او الجلسات الحواريه هيتم ربط التغير المناخي باهميه استبدال الطاقه الغير متجدده ذات الانبعاثات المؤثره على البيئه بالطاقات المتجدده، سواء الطاقه الشمسيه، طاقه الرياح، طاقه كهربائيه. وبالمناسبه دي من اكتر الحاجات اللي هتاثر على الـ 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 الوضع البيئي او الوضع الاقليمي المناخي. ان شاء الله برضو هيبقى في منتصف او نهايه العام في مؤتمر عن التغير البيئي برضو سيعقد في مصر، وده هيبقى من المؤتمرات الدوليه الكبرى اللي هيتم برضو فيها استدعاء كل الاطياف العالم. تمام. طيب دكتور احمد، واحنا بنتكلم برضو عن الموضوعات المطروحه، هيكون برضو في موضوع مطروح حوالين مكافحه القرصنه الرقميه. الموضوع ده طبعا مطروح على الصعيد العالمي، في دول يعني عانت وخسرت المليارات نتيجة لهذه القرصنة. ايه الجديد او الافكار الجديدة او ايه الاهمية اللي هيتم بها طرح هذا الموضوع في منتدى شباب العالم السنة دي؟ خليني برضو اقول لحضرتك ان الرقمنة او الميكنة الخاصة بكافة القطاعات من اهم الموضوعات المطروحة على الساحة، مش علشان بس راحة المواطن أو بس إن المواطن يبقى الموضوع أو الأسلوب سهل في التعامل، سواء بقى في تخليص الأوراق الحكومية أو تخليص المفردات الحكومية الخاصة بيه. مش بس كده، عايز أقول لحضرتك برضو إن أنت بتتجنب يعني شق كبير جدا من الفساد المالي والإداري، وده اللي كنا بنعاني منه لفترات طويلة جدا. في نفس الوقت برضو بتقلل التكلفة اللي عليك من تكلفة العامل أو تكلفة العاملين، وبتحول كل الموضوع لآلات قادر أن أنت يعني تشرف فقط عليها، مش أن أنت يعني تشتغل شغلها. وفي نفس الوقت زي ما قلت لحضرتك، أهم حاجة أن أنا أحيد العنصر البشري زي ما بيقولوا، أو أخلي العنصر البشري مش هو مش عنده القرار، على قد ما هالقرار طبقا لقواعد ومعايير محددة بتتم من خلال آلة معينة بتديني الطريق الصحيح أو الشكل المظبوط للمعاملة الحكومية أو الغير حكومية. تمام. طب اسمح لنا دكتور أحمد ومشاهدينا الكرام نرحب بضيفتنا الكريمة عبر الهاتف، الأستاذة رندا الشافعي، استشاري تطوير الأعمال ومشاركة في منتدى شباب العالم هذا العام. أستاذة رندا، صباح الخير وأهلا بيكي. صباح النور يا فندم، اهلا بحضرتك. موضوع رياده الاعمال هيكون مطروح السنه دي في منتدى شباب العالم في دورته الرابعه. بما انك احدى المشاركات في منتدى شباب العالم السنه دي، ايه الجديد او ايه لو نتعرف سريعا على مشاركه حضرتك في هذا الموضوع، خصوصا انك استشاري لتطوير الاعمال؟ خليني اقول لحضرتك الحقيقه، منتدى شباب العالم النسخة الرابعة السنة دي مميز ومنظم بطريقة جيدة وفعالة. الشباب ليهم مشاركة إيجابية وفعالة بالفعل من قبل جميع ورش العمل اللي تم طرحها لمناقشة الموضوعات المطروحة على الشاشة، سواء كانت الملفات الرئيسية الموجودة بالجمهورية الجديدة. بداية من ورش العمل الخاصة بالتحول الرقمي وورش العمل الخاصة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل جائحة كورونا. والحقيقه لقد سعدت بالمشاركه في العديد من ورش العمل على التوالي، منها ورشه عمل تحقيق اهداف التنميه المستدامه ل 2030 في ظل تاثير جائحه كورونا.
ودي كانت من المنافسات الهامة اللي تتناول معالجة العديد من القضايا الرئيسية لتحسين جودة التعليم وتحسين جودة الصحة. استمرت ورش العمل هنا في المنتدى يومين على التوالي، بداية من تقسيم الشباب إلى مجموعات للعمل الرئيسية، اختيار الموضوعات، طرح طريقة العمل، العمل على حل المشكلات الرئيسية التي تتعلق بمواكبة المناخ وتحسين جودة التعليم وتحسين جودة الخدمات الصحية، وليس على الصعيد العالمي بل على الصعيد الوطني بطريقة جيدة وفعالة. وبالفعل تم تقديم مشروعات من الشباب من خلال تقسيمهم إلى فرق عمل تتكون من مجموعة من 4 أو 5 أفراد لإيجاد حلول وتقدم مشروعات نهائية في خلال 5 ساعات عمل. وبعد ذلك تم تقسيم الشباب للعمل خارج ورشة العمل وتقديم مشروعات متكاملة وحلول ومواجهة الصعوبات، سواء كانت هذه الصعوبات تتعلق بالدولة أو على مستوى المدارس الحكومية والمؤسسات الحكومية، أو صعوبات تتعلق بالظروف التي يعاني منها العالم الحالي نتيجة التوجه العالم إلى استخدام سرعة الإنترنت وعدم توافر آليات في بعض الأحيان، لأنه من خلال الدراسة ثبت أن 63% من سكان العالم كله أنكون غير متوافرين بالإنترنت، وهذه من أحد الصعوبات الرئيسية التي واجهتهم في استخدام التعليم الإلكتروني. بالفعل أيضا من أحد المشكلات الرئيسية أنه لم يتم تدريب المعلمات أو تدريب أولياء الأمور على استخدام هذه التقنيات الحديثة للتكنولوجيا. من أحد الصعوبات التي درستها ورشة العمل بطريقة جيدة وفعالة وهي تحفيز التلاميذ، لأنهم تم تحديد المرحلة العمرية بالفعل للعمل بها من سن 3 إلى 17 سنة، ووجدنا صعوبة في الفترة العمرية للأطفال، لذلك يجب تحفيزهم والبحث عن وسائل أخرى سواء كان المفاعلة بالراديو أو تسجيل الوسائل التعليمية بطريقة مختلفة لتحفيز هذه الأعمار الصغيرة. تمام، شكرا لحضرتك دكتورة رندا الشافعي، استشاري تطوير الأعمال ومشاركة في منتدى شباب العالم في النسخة 4 التي تنطلق أو تعقد هذا العام. مكملين نقاشنا لسه مع ضيفنا الكريم دكتور أحمد تمام، عضو المجلس الوطني للشباب ورئيس لجنة الصحة والدواء بالمجلس الوطني للشباب. دكتور أحمد، أيضا من ضمن النقاط المطروحة هنستكملها أيضا في سياق حوارنا، ولكن اسمحوا لنا مشاهدينا الكرام نتابع أولا نشرة اقتصادية وآخر وأهم أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد مع منى الشاذلي.